فضيلة الشيخ، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة ما جاء أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد من قال مثل ما قال أو زاد عليه. فعندنا مشايخ الطرق الصوفية أخذوا من هذا المعنى جملة ما زاد عليه، فألزموا أتباعهم بالتسبيح 10,000 مرة مثلا أو 100,000 مرة، يقولون قولوا سبحان الله أو قولوا أو صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 مرة، ويعطونهم مسبحة يمكن فيها حوالي 1,000 حبة، والحبة في حجم ثمرة السكري، تمر السكري. فهل يؤخذ بهذا يعني التسبيح 10,000 مرة أو 100,000 مرة؟ نعم، التسبيح المحدد بارك الله فيه يؤخذ بما حدده الشرع، والمطلق يؤخذ بإطلاقه ولا يحدد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة وفلت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لكن إذا زدت بدون تحديد، فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن شرائع الإسلام كثرت علي فأوصني، قال: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن تحديدها ب10,000 مرة أو 100,000 مرة ثم اتخاذ هذه المسبحة الذي تقول يتقلبها الإنسان وتثقل رقبته، إذا كان فيها 1,000 كتمرة السكرية وش يشيل هذا؟ فكل هذا لا شك أنه يجب النهي عنه، ويقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ المسبحة، لا صغيرة الحب ولا كبيرة الحب، ولا عين لأمته 100,000 أو 10,000 أو ما أشبه ذلك. اذكر الله ذكرا كثيرا بدون تحديد.